إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام عبر الموقع الاجتماعي فيسبوك وعلى موقعكم يوتيوب وعلى قناتكم أشرف نيوز. إذن في هذه الحلقة معنا الأخ أنس بن شلال اللي تشهر في الآونة الأخيرة بالفيديو ديالو اللي تصرف في ظرف 24 ساعة الماضية المسمى بفتى الأدغال. اذا الاخ انس بن شلال كان مرحبا بك معنا في قناه اشرف نيوز وعبر الموقع الاجتماعي فيسبوك. اذا اخ انس عاود لنا عطينا واحد النبذه ديالك على الحياه ديالك والبدايه ديالك كيفاش كانت وكيفاش ولات وكيفاش بديتي. كنشكرك سي اشرف على الاستضافه ديالك لنا في البرنامج. كنشكر الاخوه اللي سهروا زعما وناضلوا معنا حتى حققنا الاشهار البالغ مثلهم سي يوسف بوش طوي سي اشرف صبار العفو اخويا. كنشكر كلشي المشاركين زعما راه بغيت نقول ان البدايه ديال المشوار الفني ديالي جات عن طريق الصدفه بحيث انها ما كنتش كنقصد زعما نبلغ داك النجاح وداك السكسي يعني 100 مليون فيو في ظرف 24 ساعه سي تخو ديفيسيل والله يعني انا ما كنقدرش نتي قرات حتى دابا عارف وشكرا شكرا للجمهور الكريم زعما بوغ تو لو كومونتير و يعني بغيت نغني هذيك اغنيه مشهوره اللي كاينه في الفيديو كليب ديالي. اذا اخواني سادتي نعتذر. اذا من بعد تلقينا واحد الكلمه اذا جاتنا واحد الرساله الان عبر البريد الالكتروني اللي كيقول فيه انه انس بن شلال كان من اطفال الشوارع والمتشردين من بعد انه استضفته واحد العائله اللي هي ربته وكونته وجعلت منه انسان. اذا انس بن شلال بغينا نعرفوا هذه الاشاعه اللي تروجت في هذه الاونه الاخيره واش كانت يعني عندها مقوله ديالو 100% او هي بالفعل اكاذيب؟ لا انا الصراحه بغيت نبرهن ان هذه الاشاعات هي من مصدر خاطئ جدا بحيث ان هذا الشيء ماشي معقول وبلاد كيكذب بوحدو وزعما هاد الاشاعات من مصدر غير واقع بالبتاتا لانها كتنبثق من واحد الاصل فعلا اللي نقدروا نقولوا عليه غير شريف وزعما كنلاحظوا ان هاد الشيء زعما ولا كينتشر في الاونه بزاف ويعني بغيت نشكر الجمهور الكريم وبغيت نقول لهم انني ودانا وتربيت مع دانا ماشي بحال شي ناس اذا فعلا كاين اللي كيسعى انه يدير البغضاء والنميمه وكيهبط من القيمه ديال الانسان بحال انه هاد الناس اللي تخدم لنا هاد الايميل. اذا بغينا نوصلوا واحد الرساله لكاع لي فان وكاع الجمهور ديال انس بن شلال الملقب بفتى الادغال انه انس بن شلال كما عرفتوه وكما مازال كتعرفوا انه ولد دارهم اصيل ولد المنفعه ومازال واش كانت يعني عندها مقوله ديالو 100% او هي بالفعل اكاذيب؟ لا انا الصراحه بغيت نبرهن على نبرهن ان هاد الاشاعات هي من مصدر خاطئ جدا بحيث ان هذا الشيء ماشي معقول وبلاد كيكذب بوحدو وزعما هاد الاشاعات من مصدر غير واقع بالبتاتا لانها كتنبثق من واحد الاصل فعلا اللي نقدروا نقولوا عليه غير شريف وزعما كنلاحظوا ان هذا الشيء زعما ولا كينتشر في الاونه بزاف ويعني بغيت نشكر الجمهور الكريم وبغيت نقول لهم انني ودانا وتربيت مع دانا ماشي بحال شي ناس اذا فعلا كاين اللي كيسعى انه يدير البغضاء والنميمه وكيهبط من القيمه ديال الانسان بحال انه هاد الناس اللي تخدم لنا هاد الايميل. اذا بغينا نوصلوا واحد الرساله لكاع لي فان وكاع الجمهور ديال انس بن شلال الملقب بفتى الادغال انه انس بن شلال كما عرفتوه وكما مازال كتعرفوه انه ولد دارهم اصيل ولد المنفعه ومازال اذا فعلا كاين اللي كيسعى انه يدير البغضاء والنميمه وكيهبط من القيمه ديال الانسان بحال انه هاد الناس اللي تخدم لنا هاد الايميل. اذا بغينا نوصلوا واحد الرساله لكاع لي فان وكاع الجمهور ديال انس بن شلال الملقب بفتى الادغال انه انس بن شلال كما عرفتوه وكما مازال كتعرفوه انه ولد دارهم اصيل ولد المنفعه ومازال بفتى الادغال انه انس بن شلال كما عرفتوه وكما مازال كتعرفوه انه ولد دارهم اصيل ولد المنفعه ومازال دارهم اصيل ولد المنفعه ومازال